القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. ويستمر الخير والعطاء إلى برنامج القلوب الرحيمة من الناس المؤمنة، الناس الطيبة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. تحية إجلال وإكبار إلى كل من يقف معنا في هذه الظروف الصعبة لكي نساعد ونجبر خواطر المحتاجين ضمن برنامج القلوب الرحيمة. اليوم حلقتنا هي في أحد المحافظات الجنوبية، اجينا على ناسنا الطيبة، اجينا على أهلنا المحتاجين من المرضى والمعاقين، اجينا نوقف وياهم ونقدم لهم العون والمساعدة. أعزائي المشاهدين، كما تشاهدون خلفي هذا الجامع المبارك، الجامع الكبير، جمعنا به اليوم 95 عائلة راح تقدم لهم العون والمساعدة. وهناك أيضا فاعلي خير قدموا المبالغ المالية لبعض المرضى، وأيضا لدينا اليوم عربة ويلتشير راح نقدمها إلى 10 معاقين. كل معاق راح يحصل على ويلتشير إن شاء الله. راح ندخل إلى هذا الجامع المبارك وسوف نقوم بإذاعة الأسماء الذين يساهمون في برنامج قلوب رحيمة لحلقة اليوم. الناس المساهمين أيضا راح نقرأ أسماءهم إن شاء الله وراح تتعرفون عليهم، لكن نحتاج إلى دعواتكم لهم بالخير والصحة والتوفيق، فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهد الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. القلوب الرحيمة، برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهد الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، طبعا دخلنا إلى هذا الجامع المبارك، وكما تشاهدون مختلف أنواع العوق والعوز والمرض جمعناهم بهذا الجامع المبارك. راح نقدم لهم اليوم ويلتشير
وصلتنا من الناس الطيبة ومبالغ مالية. حلقتنا لهذا اليوم قلنا راح نذيعهم في هذا الجامع المبارك هي عائلة أسيري من دولة الكويت، وفاضل ميرزا أبو علي من دولة الكويت، والأخ عبد الخالق حسين من السعودية، وأبو علي السندي من السعودية، حسين العلي من السعودية، وأختكم إيمان من البصرة دور الأمن الداخلي، وسارة وأم طلال من دولة الكويت. الدعاء لها بالصحة والخير والتوفيق، تمر ببحكة صحية وأجراء عملية. وشكرنا للحاجة أم شوقي اللي راح تعين الطفل ياسين، وكذلك شكرنا وتقديرنا للحاجة إيمان أم السادة من البحرين. طبعا إيمان أم السادة راح تقدم 10 كرسي ويلتشير للمعاقين. إذن أعزائي المشاهدين، سوف أتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة، لكن بعد هذا الفاصل. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل، وشاهدتوا الناس التعبانة اللي ظهرت بالمقاطع، كلهم ناس تعبانين ولا حول ولا قوة لهم. أعزائي المشاهدين، سبق وأن عرض البرنامج حالة الطفل ياسين عبد الزهرة اللي شاهدوه أمامي، عنده كانسر بالعيون، وهو طفل بالغ من العمر 8 سنوات، وبحاجة جدا إلى من يقف معه في هذه الظروف الصعبة. طبعا بالحلقة 469 الحجية الطيبة أم شوقي وأم عماد من الإمارات، بالأخص طبعا حجيتنا حجية أم عماد دائما متابعة على برنامج القلوب الرحيمة، وكذلك الحجية أم شوقي الله يعطيها الصحة والعافية، تأثرت تأثيرا كبيرا على هالطفل هذا المسكين اللي عيونه بادية تطلع، وإن شاء الله نتمنى كل مسؤول فاسد بالحكومة العراقية أن تصير عيونه مثل عيون ياسين. بركة الله يستجاب دعاكم إن شاء الله. اللي وصلوا البلد لهذا الحال يعني ما عندنا صحة، إحنا لو عندنا صحة بها خير، ولو عندنا مستشفيات ومؤسسات صحية يعالجون هالأمراض ماكو. أختي السلام عليكم. السلام. شوني؟ الحمد لله. إيش قد راجعت بي؟ أكو اللي يقول علاج شيء؟ صار سنة ونص أنا راجع بي، رحت بغداد مدينة الطب راجعتها سبب البصحة. إيش قال لي؟ شي قال لي ليش؟ والله الدكاترة تقول لي يعني أكو أمل، شي تقول لي ماكو أمل، يعني ما يعني الله عليكم يوب المسؤول يوب شو اسمه يبقى هيك حال هذا المسكين. ابوه شو يشتغل؟ عماله. يشتغل عماله يعني بالطين بالاسمنت بهالحار بها يعطونا 20,000 دينار. فيا اختي الحجيه ام شوقي من الامارات دزت لك مبلغ 1.5 مليون، هذا 1,500,000. زين انا هم افتح هذا المبلغ حتى اشوفه قدامك. هذا 1.5 مليون عراقي، لان الاخوان هم الله يكتب الصيرفات لحقوا حتى على الفقير، بس الفقير هي المراه 1,000 دولار، فبعثت هذا 1.5 مليون. هاي شوفي هذا 1.5 مليون، هاي 30-50 الزمي. هذا من ام شوقي، شو تقولي لام شوقي؟ مشكوره ورحم الله والديها واشكر الناس الطيبه اللي ساعدتنا في هاي حالتنا. ام شوقي؟ ام شوقي رحم الله والديها مشكوره ان شاء الله. بس ام شوقي عندها طلب، ام شوقي تقول هذا المبلغ اريده لعيون الطفل، وايضا احنا راح نكلف واحدة من الاخوات تتابع حالة الطفل، وايضا تراجعين به طبيب عيون خاص. نعم انا بس رجعت من البصر. المهم احنا ما ترحين يعني بس يشوفونه وتعطونك حباية براستول غيرها، لا احنا نريد طبيب مختص مال العيون وخاصة الى مرض الكانسر. زين نعم ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل، او الله يبارك بالحجية الطيبة ام شوقي وام عماد. الله والديها وصلت الامانة. شكرا حياك الله. طبعا اعزائي المشاهدين، الاخت ايمان ام الساده من البحرين انطتنا 10 عرباين. تفضل طالب قومي، خليك وراها دقيقه. اعزائي المشاهدين، ايمان ام الساده الله يحفظها والله يعطيها الصحه والعافيه من البحرين، وقلبها مع الشعب العراقي وخاصه المرضى والايتام والمحتاجين. فايضا اليوم 10 عرباين راح نعطيها. فايضا ظهرت ويانا ام طالب بالحلقه السابقه، ام طالب هم قصتها قصه. السلام عليكم طالب. عليكم السلام. شلونك؟ ان شاء الله زينه الحمد لله. على صحتك شلونك؟ على الله ماشي. على الله. ايوه ام طالب انت كم معاك عدش؟ 4. 4 كلهم شو اسمه؟ احنا نسينا اسمه. طالب كاظم. هذا الطالب اي، وبعد 3 نفسه اي. الله يكون بعونك. كلش فرد مره تعبان
اي والله. انت حتى عربانه قلت ما اي والله طلبوها لي طلب اليوم. يلا هسه هاي العربانه من الحجيه ايمان ام ساده، تعي تعي ساعديها، خلي هاي عربانه من ايمان ام ساده ويلا خلي طالب بها وبعدين نرجع لك احنا همه. هذا ايضا ويلتشير من ايمان ام ساده من البحرين، دعواتكم لها بالخير والصحه والتوفيق. ام طالب ايضا احنا سبق وان انت هم طلعت بالتلفزيون معنا بالحلقه وكان ظروف صعبه، فعدك اختك ام غايب ان شاء الله الله يجيب لها الغايب من البصره، من دور الامن الداخلي من البصره. طبعا هاي الامانه قديمه هي في محرم، فهاي 500 الف دينار عراقي مصرف للمعاقين. زين مشكوره جتك 500 الف ها تشتري لهم احتياجاتهم الخاصه، حفاضات علاج. فهاي من اختك وبغايب من البصره. طبعا هم اختها ايمان ساهمت ايضا في مبلغ 200 الف دينار، خلينا ويا المبالغ اللي راح نوزع. حم الله والديها طول عمرها وعمركم، واشكر اشكرها جزيلا ورحمه الله على والديها. الف رحمه على والديها. حم الله والديها. ايضا حجيه السلام عليكم. استريح ام طالب، قوم امي. شلونك حجيه؟ ان شاء الله زينه. احوالك؟ ايش بيها الابنيه؟ وليد. وليد ايش بيه؟ معوق ولاد، عندي ثلاثة. انا ما عندك ويل تشير هاي العربية؟ لا والله ما عندي. هاي للطفل هذا من الحجية إن شاء الله. ايمان ام السادة من البحرين، خليه ان شاء الله يطول بعمره. جيبيه دنيها خليها خليه صعدي، تستاهلين حجية. دعواتك لها لايمان ام السادة ان شاء الله يطول بعمره. ان شاء الله ان شاء الله. قوم انت اسمك مهدي حسن، نسيت اسمك. شو اسمك يا بطل؟ ها؟ مسلم. قوم يا مسلم. الله 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 الله. جيب لي هاي الويلتشير، يلا خليه. قوم عمو قوم قوم. ايضا مسلم ما عنده ويلتشير، هذا الويلتشير له، قاعدي على هاي الويلتشير. يلا دعواتك للحجيه ايمان ام الساده يعطيها الصحه والعافيه ويستر عليها، وحم الله والديها ما قصرت ويانا ان شاء الله. حم الله والديها، الله يوفقها ان شاء الله. وايضا حجيه شلونك امي؟ قوم شوي خلينا نشوفك شلونك. الحمد لله. ايش بيها بنتك؟ معوق ان شاء الله. معوق قالوا ما عندك هذا عربه تدفعيه؟ اي والله ودينا اثنين معوقين وتعبان. هاي عربه لها هذا ويل تشير من ايمان ام الساده، دعواتك مشكور ان شاء الله يعطيها الصحه والعافيه. يلا صعديها صعديها وياها، يلا ان شاء الله خير. نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام عليكم حجية. هلا يا ميت. الله يسلمك بعد روحك. أنت قبل ناشدتيني قلت ما عندي ويلتشير وتعبانة. أي والله ما عندي معين. إن شاء الله هذا الكرسي تحافظين عليه. ما الله والديك إن شاء الله. هذا من حجية إيمان أم السادة. الله يوفقها إن شاء الله. دعوات شعبنا الصابر المجاهد في البحرين. ما الله والديك، الله يرحمهم كل من عند قلبه رحم يرحمه بالدنيا والآخرة. حجية شلونك؟ شوي تعالي جاي. ايش بيه ابنك؟ الدولم بعد بنيه. اي هسه ايش بيه الولد؟ هذا الولد المشلول. مشلول؟ اي. وما عندك شو هذا الويل تشير؟ لا ما كرسي؟ اي. فهذا كرسي له من ايمان ام الساده من البحرين. استرها ان شاء الله، الحسين استرها. يلا اعطيني ايدك قوم. هلا قوم قوم قوم. علي وياك. قعدوا. يلا. قوم اختي. تفضلين قومن، كل شيء قومن. يلا. طبعا هاي تعالي اختي، السلام عليكم. شلونك؟ شبيه الوليد تعال تقدم اللي جاي.
مشلول. مشلول خطيه. وما عندكم كرسي؟ لا ما عاد، وبعد الدواحد انا همه. المهم هسه هذا الي من الحجيه ايمان ام ساده من البحرين، دعواتك لها بالخير. الله والديها خلي بالله. حجيه شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يسلمك. معور مشلول. مسكين مشلول. ايوه. هذا الكرسي امانه صدقه جاريه للحجيه ايمان ام ساده من البحرين. الله والديها الله يوفقها. ادعي لها بالخير والصحه والخير والعافيه والصحه. خلي بالله. الله يشكرك. يلا. وايضا عندنا الطفل، جيب هذا هنا، تعالي ساعديها، خلي هذا الطفل بال يصير بالكرسي ولا ما يصير. هذا من الحجيه ايمان المسادة من البحرين. وايضا شو اسمه هذا الطفل؟ رقيه محمد. رقيه ايضا هذا كرسي الرقيه من هذا اني 10 كراسي من الحجيه ايمان المسادة من البحرين. اعزائي المشاهدين، سوف اقوم بتوزيع المبالغ الماليه على الناس الموجوده ويانا اليوم، واللي ايضا راح اذيع اسماهم من الناس الطيبه اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير الى برنامج القلوب الرحيمه. طبعا شكرنا وتقديرنا للحاجه ايمان ام الساده من البحرين. كما تشاهدون هذه الكراسي العشره مقدمه منها، احنا نتمنى من ناسنا نتمنى يقدموا يعني هسه هاي كراسي الحجيه من البحرين وقلبها مع الشعب العراقي، مع الفقراء، مع المحتاجين. فيعني هسه ايش قد هم يعني كانوا بالبيت ما عندهم، لا يقدر يطلعوا لا يقدرون، فالحجيه ساهمت بهاي 10 كراسي. وشكرنا وتقديرنا الى الحجيه ام شوقي من الامارات اللي اسعدت عائله الطفل اللي عيونه شفتوها اللي هو ياسين. وكذلك شكرنا وتقديرنا الى ام غايب من البصره دور الامن الداخلي اللي ساعدت ام طالب ب 500,000، والحجيه ام شوقي 1.5 مليون الى ياسين. وشكرنا وتقديرنا الى عائله اسيري وحجي فاضل ميرزا من الكويت، واخوكم عبد الخالق حسين من السعوديه، وابو علي السندي حجي يوسف من السعوديه، وكذلك حسين العلي من السعوديه، وايضا ايمان من البصره دور الامن الداخلي، وايضا قرينا الاخت ساره والحجيه ام طلال من دوله الكويت. دعواتكم لها بالصحه والخير والتوفيق، ودائما تدعون للحجيه ام طلال الذي دائما تقوم بتقديم المساعدات الماليه والصدقات الى برنامج قلوب رحمه. يمرن بوحكه صحيه ان شاء الله، ترفعون ايديكم الله يشافيها والله يعافيها، هي مع ساره والكل ان شاء الله ندعي لها بالصحه والخير والتوفيق. اذن اعزائي المشاهدين، سوف اقوم بتوزيع المبالغ الماليه على الناس اليوم الموجودين ويانا، وان شاء الله الله يجعلها في ميزان حسنات كل من يساهم في برنامج القلوب الرحيمه. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المبالغ المالية والكراسي اللي هي ويلتشير على المعاقين اليوم في حلقة هذا اليوم من برنامج قلوب الرحيمة. شكرنا وتقديرنا إلى الحاجة إيمان أم السادة من البحرين والحاجة أم شوقي من الإمارات اللي أسعدت عائلة الطفل ياسين، وكذلك الأخت أم غايب اللي أسعدت أم طالب أم الأربعة معاقين. وأيضا هناك مبالغ مالية قدمت من عائلة أسير وفاضل ميرزا من دولة الكويت، وأخوكم عبد الخالق حسين وأبو علي السندي وحسين العلي من السعودية، وأختكم إيمان من البصرة دور الأمن الداخلي، وأيضا سارة وأم طلال من دولة الكويت. الدعاء لها بالصحة والتوفيق، وأيضا إيمان من البصرة دور الأمن الداخلي. طبعا جمعنا، وإن كانت مبالغ بسيطة جمعناها، لكن قدرنا نغطي هذا العدد من المعاقين والمرضى والمحتاجين، وهم يمرون بظروف قاسية جدا. وكما تعلمون بأن الأدوية والعلاجات غالية، وكذلك أشفية الطبيب والسونارات والفحوصات تحتاج إلى مبالغ. برنامج القلوب الرحيمة يدعوكم للمساهمة الجادة في برامجه الخيرية التي تقدم من على شاشة قناة المهدي الفضائية، فنتمنى من الناس الطيبين مد يد العون والمساعدة للعوائل الفقيرة مثال المعاقين المرضى المحتاجين. هناك عمليات، فإن شاء الله نتمنى لكم الخير والتوفيق، والله يبارك بكل من يقدم ويساهم ويساعد له مريض أو محتاج. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. قلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية: 00964780100112، أو على الرقم التالي: 00964770566646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 00964780005. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv.
القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة.